البنكرياس برضو من الحاجات اللي ليها ذات أهمية في الراديولوجي، نظرا لكثرة الليجن اللي فيها. واحنا عارفين عن البنكرياس طبعا لو انا نعمل له سونار او سي تي، ايه الانديكيشن؟ لو انا شاكك عيان مثلا طفل اتولد عنده كونجنت البنكرياتيك ليجن زي الانيولار بنكرياس، ممكن يجي الطفل متولد وجاله السنه بسرعه عشان مش عارفين سببه، انما بنعمل له انفستيجيشن يطلع في الاخر انيولار بنكرياس، سواء الانفستيجيشن دي اكس راي سونار بيريوم سي تي ايا كان. ولو في ليجن في البنكرياس عملنا له سونار شفنا فوق الليجن شايفين ده بنانو بنجن بنعمل له طبعا اي سي تي. لو انا سسبكتد اكيوت او كرونيك بنكرياتيتس دي كومن كتير قوي، لو ايه اسيستك في نيوراتيك ان بنكرياتيك نيوبلازم ريسكتابيليتي، يعني ده يتعمل له عمليه ما تعملوش لازم نعمل له سي تي او اي ام ار اي، والاسيسمنت اوف بيلياري بروبلم والاسيسمنت اوف بوست تروماتيك بنكرياتيك انجري، ده الانديكيشن بتاعت البنكرياس بنكرياتيك ايمجينج. السي تي طبعا على القائمه. هو بره للاسف انا حتى بصيت تاني في المحاضره بصيت بشوف بقى يشتغلوا ايه تاني برضه نفس القصه هم بيشتغلوا الام ار اي. انا شخصيا مش عارف الام ار اي في مصر ما بيطلعش حلو عندنا ليه في البنكرياس وفي الابدومن كلها، لست ادري يعني الموضوع محيرني وكتير عملناه. وحتى الدايناميك ام ار اي بيطلع عندهم كلهم بيشتغلوا دايناميك ام ار اي على الليفر، ما حدش اشتغل سي تي خالص ان هو فينش معاه الكوستج، العيان ما يدوش راديشن كونتراست ليست هازارد ليست للكدني وبتاع، فبيشتغلوا كلهم ام ار اي. بس انا في مصر مش عارف ليه، هل ده مشكله في العيان؟ هل مشكله فينا؟ الله اعلم. لكن في البنكرياس كلنا بنشتغل سي تي في مصر اكتر، وقبل ما يطلع المالتي سلايس سي تي كنا بناخد عشرات الابدوم ونيجي عند منطقه البنكرياتيك ريجن بناخدها خمسات، بس بعد ما طلع المالتي سلايس سي تي بناخد احنا كل وان فوليوم وبنقطع زي ما احنا عايزين براحتنا. احنا عارفين البنكرياس ده ريتروبيتونيال ستراكشر وبيتكون من هيد ونك وبودي، الهيد بتقيس 3 سم، النك 2.5، التيل 2 سم، يعني بالترتيب 3 2.5 2 سم. والبنكرياتيك دنسي زيها زي الانوبوسفايت باول لوب او بلاد فيسل، والبنكرياس ملهوش ايه فيرما كبسول. ايه الانوما اللي بتيجي في البنكرياس؟ الكونجنتال انيولار بنكرياس، يعني البنكرياس يبقى ايه عامل زي انيولار شيب محاطه ديودينم كده، يعني هو المفروض البنكرياس ما يلفش حاجه ديودينم، فالكونجنتال انومالي بيجي ايه بقى يعمل ايه رينج حوالين الديودينم، فممكن يعمل عين اوتوساين اوبستراكشن. كان زمان دي مشهوره في الاكس راي، يقعدوا يعملوا اكس راي قبل ما يطلع البريم، لما يطلع السي تي والحاجات دي اكس راي والبريم كان بيشخصوا منه ايه الانيولار بنكرياس. حتى الدكاتره قدام كان يبقى معاهم حالات كتير انيولار بنكرياس يدخلوها امتحانات، بس الحمد لله ايه حصل لهم فيدنج، ما حدش بقى يجيب الحاجات دي في الامتحان. ادي ده الشكل بتاع الانيولار بنكرياس، بوريك الشكل بتاعه، وده السي تي بتاعه. لو بصيت هنا ده الديودينم اللي باين كده في النص، وده البنكرياس اللي ايه اللي حوالين الديودينم، ماشي؟ فبيعمل زي رينج حوالين الديودينم، فممكن يجي لك انتستاينال اوبستراكشن. حاجه اسمها بنكرياس دايفايزم، يعني دبل بنكرياس، ده حاجه رير قوي يعني انت عمرك ما هتشوفها في الكلينيكال براكتس، لكن تبقى عارف ايه البنكرياس ممكن يبقى تو كومبوننت، ماشي؟ ده مثلا ام ار اي ام ار سي بي في عيان عنده بنكرياتيك دايفايز. البنكرياتيك دايفايز برضه بتعمله اي ار سي بي، بيوريك البنكرياتيك في اتنين بنكرياتك ضغط بيوريهم لك بالاي ار سي بي، برضه بيساعدك في التشخيص بتاعه لان هو تشخيصه صعب جدا البنكرياتيك دايفايز. برضه البنكرياتيك اتروفي دي كومن في الايج، ان واحد سنه كبير بيجي له فات انفلتريشن في البنكرياس، ماشي؟ تلاقي البنكرياس بقى اتروفايد وفي فات انفلتريشن. لو بصينا هنا بص على العيان ده نورمال، شايف البنكرياس دنس وانهانسد، لكن لو بصينا هنا هنلاقي البنكرياس اتروفيك في حته سوفت تيشو ستراكشر، لكن غالبيته بقى فات انفلتريشن في البنكرياس، وهو ما لهاش سيجنفيكانس، يعني العيان بيجي له كده البنكرياس انزايم فانكشن كله زي الفل، لكن دي ايج بروسس لكن ما لهاش تاثير على ايه؟ على البنكرياتيك فانكشن، ماشي؟ في مصر ما حدش بيهتم بيها، ما لهاش اهميه، لكن من بره بيكتبوها. يعني انت لو سافرت بره بيقول لك انا عنده فات انفلتريشن في البنكرياس، لكن هو ككلينيكال سيجنفكس ما لهوش كلينيكال سيجنفكس، لكن دي ايج واحد سنه 80 سنه 70 سنه 90 سنه بتلاقي ده فات انفلتريشن في البنكرياس، ده فايندنج بيعتبرها نورمال فايندنج بس بيذكروها في التقارير، لكن ما لهاش قيمه في الكلينيكال. يعني عيان ما لهوش فات انفلتريشن في البنكرياس جاب له البنكرياس انزايم قال لك لا ما لهوش سيجنفكنت لابوراتوري افكت.
الاكيوت بانكرياتايتس دي من الحاجه اللي ذات اهميه كبيره جدا، واهم حاجه في البنكرياس الاكيوت بانكرياتايتس دي. الاكيوت بانكرياس ده بيحصل انفلاميشن في البنكرياس، واحنا عارفين البنكرياس ده بيطلع ايه، هو وظيفه البنكرياس ده ايه وظيفته؟ بيطلع انزيم كلها ايه بتساعد على ايه؟ على الهضم. فلما بيحصل اكيوت بانكرياتايتس ممكن البنكرياس نفسه الانزيم بتخرج بره البنكرياس، فتلاقي اي حاجه جنبها تاكلها، واخد بالك؟ تخدمها يعني تعملها دايجيشن. فهو الخوف منه في كده الاكيوت بانكرياتايتس ده من حاجات يقول لك ما تقربش منه، فاهم؟ زي الاسد لو لمسته او عملت اي حاجه ممكن يحصل له فليرنج اكتر. فوانس معين بقى اكيوت بانكرياتايتس بيتحط في المستشفى ويتحط في رعايه ويتعمل له مونيتورنج لكل حاجه، لانها فيتال بروس في بعض العيانين. ماشي، ليها انواع يعني، ليها كذا نوع من البنكرياتايتس. طيب تقول لك ده انفلاميشن، الانفلاميشن ده ميكستند لللوكال او ديستنت اكستراسيلولار بانكرياتيك تيشو. واحنا قلنا لو البنكرياتيك انزيم دي خرجت بره بره البنكرياس ممكن تعمل دايجست لاي استراكشر جنبها. ماشي، ايه اسباب الاكيوت بانكرياتايتس؟ بره الالكوهوليك، العيانين اللي بره كلهم بيشربوا كحوليات، فمن ضمن المين كوز بره الكحوليك نمبر 1. لكن احنا عندنا في مصر الجول بلادر ستون بيبقى سمول ستون تنزل تتزنق في في الدكت في الكومن بايل دكت، فبتقفل البنكرياتيك دكت. فوانس البنكرياتيك قفلت يحصل حصول البنكرياس، بعد كده يحصل فيه ستجنيشن للسكريشن. الستجنيشن ده يحصل البكتيريا تلاقي ميديا كويسه يحصل فيها ايه بنكرياتايتس. لكن هو الالكوهوليك دي اهم حاجه بره، لكن احنا عندنا الجولستون اهم حاجه. وبعد كده اجت اذرز 10% زي الهايبر كالسيميا والميديكيشن والحاجات الباقي دي، التروما والايه والاي ار سي بي. من ضمن الاسباب برضو الاي ار سي بي مهم قوي، يعني عمل اي ار سي بي جاله بعدها بنكرياتايتس في 10% ايديوباثيك. طيب العيان بتاع بنكرياتايتس ايه الانفستيجيشن نعملها له؟ برضو لما يجي لك انت كنادر راديولوجي كل حاجه تكتبها، سواء الامتحان ده جاست تكتب له فراغات. يعني لو عيان جالك اكيد بنكرياتايتس هتعمل له بلين اكس راي؟ مش هتعمل له. لكن افرض بالصدفه عيان انت مش عارف عنده اكيد ابدون، مش عارف ده انتسال اوبستراكشن ولا ده ايه، فعملت له بلين اكس راي لقيت في بلود فيوجن لقيت الفيت دايفرام وطلع في الاخر اكيد بنكرياتايتس، فبتحطها من ضمن الحاجات ايه اللي انت بتشوف حضرتك في البلينكس ري. فممكن في البلينكس ري شيستو ابدومن والسونار، الحاجات الانفستيجيشن البلينكس ري والسونار والسي تي والام ار اي والاي ار سي بي والام ار سي بي. ماشي، دي كل انفستيجيشن بتعملها العيان اكيوت بانكرياتايتس. طب ايه البلين فيلم بنشوف فيه؟ ممكن نشوف سنتينال لوب في الابدومن، نشوف كولون كات اوف وديفيوز الياس، ده في البلينكس ري. وفي الشيست اكس ري ممكن نشوف بلور افيوجن والليفيتد دافراجماتيك بانكرياس. قلنا حاجه من الحاجات اللي ايه لما يجي في انفلاميشن افظع، يعني اورجان يجي في انفلاميشن يبوظ لك كل البطن وكل حاجه حواليه هو البنكرياس. فمن ضمن لو عملت تلاقي العيان ده عنده ايه بلورال افيوجن في الشيست اكس ري. نيجي في الاكس ري ابدومن، احنا خدنا حاجه اسمها سنتينال لوب. سنتينال لوب دي بارشال الياس في لوب معينه جايه يعني جنب البنكرياس، جينا لوب جنب البنكرياس نيجي انفلاميشن جنبها، فدول بيبقوا زي يعني اثنين اصحاب بيزعلوا على بعض فتبطل حركه نتيجه الانفلاميشن الزايد اللي جنبها، دي سنتينال لوب. ممكن يجي حاجه الياس يعني كل البطن كلها جالها فيها جنرالايزد الياس، يعني من اسباب الالياس زي ما احنا قلنا البنكرياتايتس او اكيد ابدومن، اي اكيد ابدومن ممكن تعمل الياس لانها هي الموضوع كله دول منظومه واحده. فلما تيجي حاجه في مشكله لازم الاستراكشر جنبها ايه يشاركها في المنظومه بتاعتها. فممكن تشوف العيان عنده الياس او تشوف عنده سنترال لوب. ماشي، وممكن تشوف حاجه اسمها كولون كات اوف، يعني دي الكولون ان هو ماشي ومره واحده ما تلاقيش فيه كولون خالص، كولون مبلول خالص، لانها دي بقت خلاص ما فيهاش حركه خالص وما فيش والدنيا واقفه هنا ما فيش هواء جاي لها فبقت اسمها كولون كات اوف. كل دي علامات تشوفها فين؟ في البلين اكس راي. يعني ممكن كل دي علامات اكس راي تشوفها في الاكيوت ايه؟ اكيوت بنكرياتايتس. ماشي، ممكن برضو تشوف لو في جول ستون، ممكن لو راديو بيك جول ستون ممكن تشوفها في الديودينام او حاجه، ممكن برضو من علامات البنكرياتايتس. السونار، لو انت عملت سونار لعينين اكيوت بنكرياتايتس، غالبا عينين اكيوت بنكرياتايتس كتير جدا بنعمل لهم سونار ما بنقدرش نشوف لان هو جاله ابدومينال الياس وباول لوب ديستنشن، فالسونار نفسه بيبقى الامور صعبه شويه انك تشوف ايه تشوف في ايه في
في حاجه. لكن لو العيان حظك كويس شفته الدنيا كويسه وفي جهاز هتلاقي في ديفيوز انلارجمنت في بنكرياس واخد الهيد والنك والبودي والتيل وكله، كل بنكرياس ديفيوز ايديمتس ماشي، ممكن تشوف فلويد حواليه او ما تشوفش على حسب ما انت ايه شايف. طبعا احسن حاجه انا كنت بنكرياس قلنا السي تي، هم بره بيعملوا مراي بس احنا خلينا على قدنا احنا بنعمل سي تي، لانه السي تي بيبقى العيان ايه بيبقى تعمل له سونار ما تقدرش تشوف حاجه، لكن السي تي بيشوف الحلو قوي قوي. انا حتى اوريك ممكن احيانا الكوز اوف بنكرياتايتس ماشي. ايه اللي بيشوف السي تي؟ ده النورمال بنكرياس وده الاب نورمال. احنا ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ احنا شايف البنكرياس ديفيوز لسولن، ديفيوز سولن واخد البودي واخد التيل واخد الهيد واخد كله، في حواليه الفات اللي حواليه ديرتي ماشي. فلو شفنا المنظر ده والعيان الكلينيك اللي بيساعدك يعني اكيد البنكرياس دايما بيبقى معاه ابدومينال بين جاستك ممكن يبقى ديفيوز ايا كان، ولو عملت له بنكرياتيك انزايم لازم الاميليز والبتاع ده واللايبيز بيبقى عاليين. فلو شفت المنظر ده يبقى اكيوت ايه بنكرياتايتس ماشي. طب ايه الكومبليكيشن اوف اكيوت بنكرياتايتس؟ ممكن يؤدي لنكروزس وهيموريج هيموريجيك بنكرياتايتس فليجمنت وابسس، ممكن يعمل لنا فينس ثرومبوزس سودو سيست ويعمل بنكرياتيك سودو انوريزم. طيب ده الجريد بتاع السيفيريتي بتاع البنكرياتايتس ماشي. بيقسموه زي تقسيمه فاكرين بايراد والتيراد والحاجات دي، هي نفس القصه برضه كل حاجه بره بيقسموها. بيقول لك جريد 1 ده نورمال بنكرياس، انت تشوف الانفستيجيشن نورمال لكن هو فيه انفلاميشن، لكن انت في الراديولوجي بتشوفه ايه؟ بتشوفه نورمال. بي بتلاقي فوكال ديفيوز انلارجمنت في البنكرياس، في الريجولار في الكونتور، وفي هيتروجينوس اتنويشن، لكن ما فيش بيري بنكرياتيك انفلاميشن، اللي حواليه كويس ده بي. السي نفس البي بس في بيري بنكرياتيك انفلاميشن، الدي نفس السي بس بتلاقي فلويد سنجل فلويد كولكشن، الاي نفس الدي بس بتلاقي في مالتيبل فلويد كولكشن او ابسس فورميشن. لو انت بتشتغل بالجريدنج احنا في مصر يعني العمليه ايه حلوه قوي، بشرش لك بالجريدنج وبتعمل بنكرياتيتس وخلاص وزي ما تيجي تيجي. ادي مثال عيان ده عنده ايه اللي موجود ده؟ ديفيوز انلارجمنت اوف ذا بنكرياس، واخد الهيد والنك والبودي والتيل، ومعاه البيري بنكرياتيك فلويد ديرتي ماشي؟ مفيش فلويد كوليكشن مفيش ابسس، ممكن نحطه جريد بي او سي ماشي؟ لكن لو بصينا هنا شايف البريتونيوم هتلاقي ديفيوز لي كله بقى سماتلت وبقى فيه ديفيوز انفورميشن، فده ممكن يمشي جريد دي مثلا ماشي في البنكرياس ماشي؟ ده من علامات السي تي. برضه ادي عيان عنده اكيوت بنكرياتايتس، لا احنا بصينا هتلاقي البنكرياس فيه ديفيوز انلارجمنت لكن ابتدى يبان فيه ايه؟ فلويد كولكشن. ادي اتنين فلويد كولكشن يبقى ده دي، لو قسمناه من حسب الجدول يبقى دي اكيوت بنكرياتايتس وابتدى سودو سيست فورميشن ايرلي، فده دي مش مشكله تقسيمات، انت بس قول اكيوت بنكرياتايتس وخلاص مش هتفرق. بس ادي برضه عيان جاله اكيوت بنكرياتايتس وابتدى يتكون سودو ايه؟ سودو سيست فورميشن ماشي؟ كذا واحدة يبقى ده برضو الدي. لو بصينا البيري بنكرياتك فات كلها ديرتي، ولو بصيت هتلاقي معاه فيوجن، لو بصيت وطلعت فوق في الشيست هتلاقي معاه بلورال فيوجن ماشي. فده الجريد دي او دي بتاع الاكيوت بنكرياتايتس. برضو هذا البنكرياس ديفيوز لسولن وفي بيري بنكرياتك فلويد كولكشن يبقى ده اكيوت بنكرياتايتس ماشي. نفس الكلام ديفيوز لارج بنكرياس بيري بنكرياتيك فلويد كولكشن ديرتي مومنتم في بلور افيوجن موجود في الموريسون باوتش برضه يبقى ده اكيوت ايه؟ اكيوت نكروتايزنج بنكرياتايتس. يعني انزيم خرجت وابتدت تاكل في البنكرياس نفسه، يعني انزيم ابتدت تهضم البنكرياتيك تيشو نفسها ماشي. برضه ده اكيوت بنكرياتايتس حصل فيه سودو سيست، ده البنكرياس زي ما قلنا بيجي في الاستراكشر حاول يعمل لها دايجيشن، بعد دايجيشن بعد فتره تعمل له سي تي تلاقي حصل فيها نكروزس، والنكروزس ده كون ايه؟ سودو سيست او اكيد بنكرياتيتس كومبليكيتد باي سودو سيست فورميشن ماشي. ده برضه بيري بنكرياتيك ابسس برضه ابتدى يتكون ابسس حوالين البنكرياس، برضه ده من الجريد المتاخره يعني عيان اتساب لدرجه البنكرياس عمل ايه؟ بيري بنكرياتيك ابسس حوالين لحمته صبغه بتاخد بريفرال انهانسر. برضه بنكرياتيك فليجمون من الحاجات اللي الحاجات الوحشه، انا شفت عيانه فيه فليجمون معناها برضو يعني احتماليه يحصل له
كومبليكيشن ابسس وديسيستي اكتر من انه هي ما يحصلوش. ماشي. برضه الفينس ثرومبوز عادي، لو بصينا هنا هنلاقي سوبر ميزنتريك فينس ثرومبوزد. ماشي. فكومن قوي مع البنكرياتايتس، العين يقول له عادي في الفين ده السبلينيك فينس ثرومبوزد وحصل بروباجيشن للسوبيريور ميزنتريك فين، بقى في برضه ايه ثرومبوز. بعد كده ممكن يجي له ايه باول لوب نيكروزس في البوست بنكرياتايتس نتيجه الثرومبوز بتاع السبلينيك والسوبيريور ميزنتريك. ماشي. ممكن برضه يحصل اورطه في سودو انيوريزم، يحصل في ثرومبوز مع الكومبليكيشن بتاع البنكرياتايتس. البنكرياتايتس تعمل كل حاجه، كل ما تتخيله في الدنيا البنكرياتايتس تعملها. برضه احيانا البليدنج يحصل في البنكرياتايتس، بري بنكرياتيك بليدنج، عملت له انجيوغرافي وانت حقنت في الارتيريال فيس تلاقي الصبغه طالعه ايه في مع الانجكشن بتاع الارتيريال في الارتري. برضه العيانين عملت له ام ار سي بي هتشوف في البنكرياتيك داكت فيها بتاع ده ريجولار وول وبيديد ابيرنس في البوست بنكرياتايتس سيكولي نتيجه النكروتايزنج بنكرياتايتس. هذا برضه ام ار اي بنكرياتايتس، لو بصينا هتلاقي بنكرياس ديفيوز ديسولوم في بيري بنكرياتيك فلويد كولكشن، ده كله ساينس في ايه؟ في اكيوت بنكرياتايتس. ماشي. دايما احنا قلنا كتير اي عيان اكيوت ابدومن لو عملت له سونار وما لقيتش كوز دونت هيزيتيت، لازم تطلب له سي تي، لان السي تي هو الفيصل في كل حاجه. عيان جاله مثلا اكيوت بنكرياتايتس مش باين في السونار، لان هو السي تي هو اللي بيبينه احسن. عيان عنده مثلا اكيوت ابندسايتس او اكيوت كولايتس او اكيوت سيومبريناس كولايتس، اي كل الحاجات دي، اي حاجه اكيوت ابدومن عين ما تسيبهوش، لازم تعمل له ايه؟ تعمل له سي تي. يا حبذا لو سي تي كمان ترافيزك، لو انت شكيت في ميزنتريك ارتري او ميزنتريك فين، لو خدت له الثلاثه فيز بتشوف ميزنتريك ارتري وميزنتريك فين ما مفهومش ايه ثرومبوز برضه عشان تنفي انه ده اكيوت ايه؟ فاسكولار ليش فاسكولار بتاع ده اوكلوجن. الكرونيك بنكرياتايتس العين بتاع الاكيوت بنكرياتايتس بعد ما يهيل بيتقلب للكرونيك. البنكرياس بيحصل فيه كالسيفيكيشن، وده ممكن برضو تشوف برضو العينين اسباب الكرونيك بنكرياتايتس الالكوهوليزم والكولولايسيس والايديوباثيك. ماشي. نفس النظريه هي بس العين بتاع الكرونيك بنكرياتايتس لو عملت له بلينكس ري ابدومن هتلاقي فيه اموربوس كالسيفيكيشن موجود في الريجن بتاع البنكرياس. في الالتراساوند ممكن تشوف الكالسيفيكيشن وتشوف البنكرياس اتروفيك. طبعا ستي والسي احسن حاجه بيشوف الموضوع ده، بس الان بلينكس ريف ابدو لا في امورفوس كالسيفيكيشن واخد ايه الريجن بتاعت الايبيجاستريم والليفت هايبوكوندريم، يبقى ده يعني غالبا انت اكسبكتد ريجن ده بتاع الريجن ده بتاع ايه؟ بتاع البنكرياس. فده غالبا ايه كرونيك بنكرياتايتس نتيجه سواء نتيجه بريفيوس ايه بنكرياتايتس ولا لا. عملنا له ستي طلع كل الكالسيفيكيشن موجود في البنكرياس. ماشي. كان زمان برضو قبل ما يطلع ستي ام ار اي كان يقول لك وايدنج اوف ذا سي سي شيبد اوف ذا ديودينم، ايه اسباب الوايدنج اوف ذا سي شيبد ديودينم؟ من ضمنهم بنكرياتيك تيوما، بنكرياتيك هيد ماس، بنكرياتايتس، سواء كنت اقول كل الحاجات دي بتسبب. فكان يقول لك ادي الوايدنج ومع اندنتيشن على البنكرياس. ماشي. يبقى ده من اسبابها ايه البنكرياتايتس سواء كانت اكوت او كرونيك. ادي برضو الكرونيك بنكرياتايتس في كالسيفيكيشن بس معاها ايه سودو سيست ايه فورميشن وفي كالسيفيكيشن في البنكرياس، وادي البنكرياتيك داكت دايليت. ادي برضه البنكرياس كله كالسيفايد. ماشي. كله كالسيفايد وهنا في دوتس اوف كالسيفيكيشن، يبقى دي كرونيك ايه بنكرياتايتس. ماشي. السونار كرونيك بنكرياتايتس يعني ممكن تشوفها لو العيان ايه اتحضر كويس وتشاف البنكرياس فيه مالتيبل دوتس اوف فصائل كالسيفيكيشن جوه البنكرياس. لكن هو السي تي بصراحه هو بيشوفها كويس احسن من السونار بكتير. الار سي الاي ار سي بي برضو ممكن تشوف البنكرياتيك داكت فيها الريجولاريتي وفيها حته نرود ومش نرود، برضو ده ايه من علامات الكرونيك بنكرياتايتس لو عيان عنده ايه بنكرياتايتس وانت عملت له اي ار سي بي. برضو الام ار سي بي نفس الكلام ممكن تشوف السبب بتاع البنكرياتايتس، ممكن تلاقي ستون مثلا هنا باين هنا في ستون عندنا في المين بنكرياتيك داكت يبقى هي سبب ايه سبب البنكرياتايتس. برضو عندنا هنا نفس الكلام كرونيك بنكرياتايتس عملنا له ام ار سي بي لقينا في ايه في برضو فيلينج ديفكت موجود في الديستال كومن بيل داكت.
ده كرونيك بانكرياتاتس برضو، لو احنا بصينا هنلاقي في تابرنج في الايه، في الكومن هيباتيك داكت، في الديستال هيباتيك داكت. طيب الكومبليكيشن بتاع كرونيك بانكرياتاتس نفس الكلام، يحصل فيه سودو سيست فورميشن، ممكن يحصل فيستولا، ممكن يحصل سودو انيوريزم في اللارج فيسر اللي حوالين البنكرياس، وممكن يحصل استينوس في الكومن بايل داكت، او يحصل بورتال وفينس اوبستراكشن، نفس الكومبليكيشن بتاعت البنكرياتيتس بالظبط. طيب نيجي للليجن كده، خلصنا الاكيوت والكرونيك. الكرونيك ممكن تيجي كومبليكيشن الاكيوت، ممكن تبتدي كرونيك من اصلا، يعني كرونيك مش لازم كل كرونيك يبقى بريسيدد باي اكيوت، لا ممكن تبقى كرونيك او اكيوت وبعد كده بقت جت في انسيدوس كرونيك، لكن احيانا بتبتدي كرونيك تبتدي لوحدها. الليجن في البنكرياس قليلين، سيستيك او سوليد، احنا خدنا يمكن غالبيتهم في الليفر لكن هنقولهم سريعا في البنكرياس. البنكرياس السيستيك ليجن دي ممكن يبقى سودو سيست، وفي ممكن السيستادينوما اللي احنا خدناها دي في الليفر، سيستادينوما سواء ميوسينس او سيرس، وفي رير حاجات برضو في السيستيك هتيجي سبيسيفيك البنكرياس زي السودو بابيلر تيومر والاسينر سيست، سيستادينوكارسينوما والليمفانجيوما والهيمنجوما والبارانجليوما، دي حاجات رير قوي، لكن هي اهم حاجه السيستادينوما سواء كانت سيرس او ميوسينس، واحنا خدناها مع الليفر، نفس المنظر هو ما بتفرقش عن الليفر، هو نفس المنظر هو. وادي ده شكل السيستات بتاعت البنكرياس، ممكن تبقى سيست يونيلوكولر، وممكن تبقى سيست فيها مالتيبل سيبتيشن سواء سمول او لارج سيبتيشن، ماشي؟ ممكن سيست تلاقي فيها برضه سوليد كومبوننت على البريفري بتاعها. وده الراديولوجي اسيستس، بس بنزلها لك الصوره دي مورياك كل ايه السيستك والسودو سيست والسيستات الموجوده في البنكرياس. انا اهم حاجه عندي السبيلير سيست دينوما هي في البنكرياس، لو شفتها سواء بناين او مالجنت لازم تتشال، ماشي؟ هي لانها حتى ايفن لو بناين برضه بتقلب مالجنت زي ما قلنا. اليونيلوكولار سيست دايما السودو سيست دي في البنكرياس نتيجه حاجه حصلت قبل كده، يعني جاله اكيد بنكرياتايتس او كرو بنكرياتايتس وهيل. الهيلنج ممكن تلاقي فيه سودو سيست في البنكرياس، ولو حطيت عليها كل القواعد بتاعت السيست العاديه تلاقيها سيست ما لهاش ميجر بلول، ما فيهاش انهانسر، ما فيهاش انترنال ايكو، ما فيهاش سبتيشن، ما فيهاش ميورال وول ايه كومبوننت في البريفري، ماشي؟ ممكن تبقى مالتيبل لو في حالات الفولنهيبل، او سودو سيست لو عيان جاله اكيوت ايه بنكرياتايتس قبل كده، ماشي؟ شوفها كتير في الاكيوت في المجال ده، هنا عيان جاله سودو سيست نتيجه بنكرياتايتس قديمه، ماشي؟ ما لهاش اي كومبليكيشن الا لو هي كبيره تعمل بريشر سيمتومز، وحالا بيفتحوها على الاستومك بس ما بيعملوش عمليه، يجيبوا السودو بنكرياس سيست وفاتحينها على الجاستريك اليومن بس عشان الكومبريشن سيمتومز بتاعها فقط. ادي برضه عين سودو سيست نتيجه بنكرياتيتس حصل في البودي والتيل سودو سيست فورميشن، ده السي تي بتاعها وده الام ار اي بتاعها. برضه ادي مالتيبل يونيلوكولار سيست في عينين الفولنهيبل، عين الفولنهيبل بيبقى العين ما عندوش غير مالتيبل ايه يونيلوكولار سيست موجودين في البنكرياس. المايكروسيستيك ليجن برضه هو سيست بتبقى في البنكرياس بس فيها مالتيبل ايه سمول سيبتيشن صغيره، ممكن تبقى سيرس وتبقى زي ما قلنا سيرس او ميوسينس زي ما قلنا عليها في الادينوما. ادي مثال اهو مالتيبل سيرس سيست ادينوما كذا واحده، وفيهم مالتيبل سيبتيشن وفيهم سنترال كالسيفيكيشن. لو شفت ده برضه نفس الكلام زي بتاعت الليفر بالظبط، فيها مالتي بسيتيشن جواها، ممكن تشوف فيها ميورال نيديولا ما فيهاش، يستحسن تشيلها لانها حتى لو هي دي بتبقى بري مالجنت في الـ في الـ في الفيت بتاعها بتاع الفولو اب بتاعها. الميوسينس نفس الكلام برضه زي السيرس بالظبط، فيها سيبتيشن ممكن تشوف فيها ميورال نيديول وممكن ما تشوفش ايه ميورال نيديول، بس السيبتيشن بيبقى اكتر شويه من الميوسينس، ماشي؟ ادي ده ميوسينس فيها ميورال نيديول، وانسى انك شفتها على طول ايه المفروض ريكومندد انها تحصل لها اكسيشن. ادي برضه ميوسينس فيها ميورال نيديول على الول بتاعها. ادي برضه ميوسينس فيها مالتيبل سكتيشن فيها مالتيبل بريفيرال ميورال نيديول على الجدار بتاعها. ادي برضه ميوسينس ام ار اي فيها سكتيشن مالتيبل فيها ميورال وول نيديول على البتاع بتاعها. في انتراداكتال برضه بميلر ميوسينس نيو بلازم، يعني دي رير قوي في البنكرياس. ممكن تشوفها في الداكت نفسها او في السايد برانش بتاعت الداكت، ماشي؟ ادي مثال اهو
طالعه من الضغط، ودي بتبقى غالبا مالجننت ماشي، ممكن تبقى انفيزف معها انفيزف ضغط الكارسينوم. اي سيست وصوره كومبوننت قلنا مع البنكرياس برضو شوت بي كونسيدرد مالجننت، ولازم يحصل لها اكسيشن زي السيست، زي مثلا ميورال نيديول في اي ميورال نيديول في اي سيستيك ليجن لازم شوت كونسيدر مالجننت ويحصل لها ايه اكسيشن في البنكرياس او في اي استراكشر في الاوفر في البنكرياس. اي سيست شفتها ممكن ايه سوليد كومبوننت، بس ادي مثال ده ميتاستاسيس مانيفيستنج اسيست والسوليد كومبوننت، يعني في سيست وسوليد كومبوننت، لكن هو في الحقيقه بنكرياتيك ايه المالجننت تيومر. ادي سودو مثلا سودو بابيلر تيومر في البنكرياس لكن في سوليد كومبوننت، وانس انك شفت في سوليد كومبوننت يبقى ده ايه مالجننت. الصوره دي موريك كل انواع السيستات اللي بتبقى موجوده في البنكرياس، من السيمبل للسودوسيست للميوسينس والسيروس سيستادينوما للسيستادينو كارسينوما، كل الصوره دي مرياك ايه كل الانواع بتاعته. المانجمنت قلنا لو اليونوليكولر وما فيهاش سيست كومبونر ما فيهاش سوليد كومبونر ما فيهاش سيبتيشن بتسيبها فولو اب، لكن لو سيست فيها ميورال نوديول او فيها بتاع ده لازم بتعمل لها اكسيشن ماشي. لو انت عايز تقرا الجدول ده لو ايه المانج صعب يعمل لها مانج. اخر حاجه السوليد نيوبلاز، قلنا البنكرياس اكتر حاجه فيه الضغط الادينو كارسينوما 85% او النيورو اندوكراين تيومر ده بيمثل حوالي 5%، لكن غالبيه التيومر بتيجي ايه ادينو كارسينوما من 85 90. بقيه التيومر بقى زي الليمفوما والميتاستاسيس والحاجات دول بيمثلوا ايه ال بقيه ال 5% الموجودين في البنكرياتيك تيومر. الايج برضو بتاع التيومر بيبقى دايما اولد ايج، دايما بيقول لك من 1 لـ10 سنين بنشوف البنكرياتو بلاستوما او كونجينيتال انومالي، من 20 لـ30 سنة بنشوف السوليد بابيلاري تيومر، من 30 لـ40 سنة بتشوف الكرونيك بانكرياتايتس، من 50 لـ60 سنة هو اللي بتشوف فيه التيومر بتاعت البنكرياس المالينت سواء كانت برايمري او سكندري، اكتر من 60 هي الضغط الادينو كارسينوما اللي بتشوفها اكتر شويه. طبعا البريزنتيشن بتاع التيومر نفس الكلام، نون سبيسيفيك فيج ابدومينال بين ويت لوس مش عارف اوبستراكتيف جوندس، كتير بنكرياتيك تيومر دول ما بنشخصهمش الا العين يجينا متاخر خالص لانه ما لهوش سيمتومز معينه يجي بيها، فبيجينا في الاخر بعد بيبقى خس وبقى جاله جوندس، او عين عنده ليمفوما وانت شفت سي ماس في بنكرياس. الانفستيجيشن احنا قلنا السي تي اهم حاجه، ولازم تعمل تراي فيزيك سي تي احسن برضه، لانه برضه نفس التيومر زي بياخد ايرلي وش ان ايرلي وش اوت في التيومر بتاع البنكرياس ماشي. ادي عيان عنده مثلا بنكرياتيك مسليجن اي ماشي واخده في الهيد وباينه هايبودنس، لكن هي معمول لها ايه فيز واحده بس، فواخده ايه في هيتروجينوس انهانس ماشي، ده ادينو كارسينوما في البنكرياس ماشي. السوليد سودو بابيلر تيومر زي الحاجات دي اللي بتفرز هرمونات، مثلا ادي سودو ماس موجوده في التيل اوف بنكرياس فيها كالسيفيكيشن لكن هي سوليد كومبوننت. البنكرياتيك ايليد سيل تيومر، العيانين بيجي لهم جاسترونوما بيجي لهم يقول لك السكر يعلى مش عارف يبقى 500 يبقى 600، برضه دي حاجات رير قوي في البنكرياس انك تشوف معاهم ايه بتاعت الويبل ترايات بتاعت انسولينوما، تلاقي هايبوجلايسيميا مع لو فاستنج جلوكوز مع ايه ريليف باي انترافينوس جلوكوز. ممكن العيانين دولت يعني يبقى معاهم انسولينوما حاجه كبيره تشوفها في السي، لكن احيانا كتير منهم بيبقى سيمتوماتيك لكن يبقى معاهم مايكروسكوبك انسولينوما ما بتشوفهاش في الـ في الـ في الـ في الانفستيجيشن ماشي. السي تي برضه بتشوف ماس موجوده في البنكرياس، والماس دي موجوده هي صغيره قوي، لو بصيت عليها هتلاقي في الارتيريا الفيس خدت انهانسمنت بس، لكن لما بصينا في الليفر هنلاقي في مديها مالتي ميتاس ماشي، شايف مديها اكسس ميتاس مع انها حاجه صغيره قوي في البنكرياس، لكن مع ذلك مديها مالتي ايه ميتاستاسيس في الليفر. برضه ادي ماس برضه هرمون سكريتنج ماس وبرضه مديها ميتاسيس في الليفر، وادي ماس تاني برضه في عيان تاني واخد ايه البنكرياتيك ضغط، برضه ماس في السونار بتاعها وده السي تي بتاعها الانهانسمنت في الارتيريال فيس، برضه ماس واخده البنكرياتيك هيد كلها هيتروجينوس انهانسمنت وده الام ار اي بتاعها. الليمفوما قلنا احنا الليمفوما ما نعرفش خاصة برضه في اي حتى الا لو هي العيان عنده ليمفوما وجاله ماس في انكريس بنقول ده ايه برضه ليمفوما، يعني انا عندي ليمفوما اهي
في كذا حاجة تاني، لكن لقينا في ماس واخد البنكرياس كله، ومعاها ايه ومعاها ديفيوز لارجمنت واخد الهيد والنك والبودي، لكن الفات بلين اللي حواليها كويس، ومعاها ليمف نود في في البري بنكرياتيك ريجن او برا اورتيك ريجن على الليفت اورتا في الراجل ليمف. فلما نيجي نربط الحاجتين مع بعض دول يبقى ده ليمفوما في البنكرياس والليمفوما فين في البرا اورتيك ليمف نود. الميتاسس برضو البنكرياس من الحاجات اللي رير قوي يجي فيه ميتاسس، لكن مكتوب في الكتب يجي فيه ميتاسس، وشوفنا حالات بتطلع هنا عنده برايمري والحاجات اللي بتعمل الرينال واللانج والبريست والكولون كلهم بيعملوا ميتاسس. ادي هنا عنده مثلا رينال سيل كارسينوما، ولقينا في الفولو اب بتاعه في ماس موجود في البنكرياتيك باطي، يبقى ده ميتاسس حالاته لو انت عارف الهيستوري بتاعه. ده كل موضوع بنكرياس، موضوع سهل يعني مفيهوش صعوبه. هنوزع الورق كويس كده بسرعه، 10 حالات كويس كده تجاوبوهم، نوزع الورق كل واحد يكتب اسمه على بال ما